مجموعة يعني مميتة زي ما بقول لكم، فيها فرق كبيرة وفيها فرق أعتقد إنها تبقى منافس صعب قوي. نادي الإسماعيلي الأفريقي التونسي، مازيمبي كونغولي، شباب قسنطينة الجزائري، فرق من العيار الثقيل. قلنا لكم إن خلاص رمضان صبحي كل الصفقات اللي كنا بنتكلم عليها بصراحة النادي الأهلي جابها، حتى لو الفلوس كتير. يعني سامعين ده فلوس رمضان كتير، ده فلوس مش عارف ايه كتير، مش عايزين حد بقى يتكلم في الفلوس. لو اتكلمنا في الفلوس ناس كتير قوي هتزعل قوي. احنا بنجيب 3 4 صفقات في السنه او 5 صفقات في السنه، في غيرنا بيجيب 50 صفقه في السنه، مفيش مشكله خالص ولا بنتكلم، احنا مش مهتمين بحد خالص. لكن لما نسمع بقى اصل رمضان لعيب تقيل جدا جاي من الدوري الانجليزي، لما يبقى حد يجيب لعيب محترف جاي من الدوري الانجليزي يبقى يسمعني الفلوس بتاعته كام. احنا بنجيب لعيبه محليه بنسمع فيها ارقام غريبه، بنجيب لعيبه عربيه بنسمع فيها ارقام غريبه. الاهلي نادي كبير لازم يجيب لعيبه على المستوى او العيار الثقيل، فلوسهم ايه بقى دي مش مشكله خالص 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 بالنسبه لنا. عايزين نتكلم كمان عن الانتقادات اللي نالت النادي الاهلي في الفتره السابقه في كل حاجه بصراحه، في كل حاجه. يعني بيحضرني دايما مقولة للكابتن محمود الخطيب أيام الانتخابات، يعني وصل بيه لحد من كتر الضغط والانتقادات اللي عليه، إن هو كان بيقول في أحد لقاءاته بالأعضاء الجمعية العمومية، بيقول يا جماعة ده أنا حتى أنا بدأت أشك إن أنا لعبت في نادي الأهلي. يعني شوية شوية يقولوا ده الكابتن الخطيب على حد كلامه، ده محمود الخطيب ما لعبش في نادي الأهلي. الانتقادات ساعات بتبقى صعبه جدا، وساعات بتبقى من ناس جهله جدا جدا، وساعات بتبقى من ناس مريضه جدا جدا. دايما الناس بيشوفوك انت في الجزء السلبي، في ناس كده ما بتحبش تشوف النور، في ناس بيحبوا يقتلوا الحاجه قبل ما تتولد اساسا. فالحمد لله لو ما كانش في ناس قادره ان هي تتحمل الضغط وتتحمل كميه الانتقادات اللي اتحملها النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وكميه الصعوبات اللي واجهها النادي الاهلي اللي فاتت، كان النادي الاهلي كان في مكان تاني خالص. لكن الناس صبرت وسكتت واستنت لغايه الوقت المناسب، بدات تطلع بكل حاجة. والحمد لله كان ربنا معانا، كان معايا امبارح العميد محمد مرجان وكان بيقول احنا بنشتغل في ظروف صعبة والحمد لله عدينا منها. وانا قلت له ربنا دايما بينصر الناس اللي بتشتغل في ظروف صعبة في الاخر، والحمد لله ربنا دايما بينصر وبيوري الناس كلها النادي الاهلي دايما بيبقى محق. انا بتكلم في العموم، لكن في ناس دايما كده، ناس عندها عقد كبيرة جدا وعندها مرض اساس ان هو دايما يشوف فيك الحاجة السلبية. يعني يشوفك لو بتعمل ايه، هو يشوف فيك نقطة سلبية بيروح مركز عليها، يسيب كل ايجابياتك ويبص للنقطة السلبية. اديكم امثلة كتير جدا بقى، اديكم امثلة كتير جدا، مش على صعيد معين، على اي صعيد. يعني مثلا ايام فلافيو والانتقادات اللي كانت على فلافيو، اللي كان اي مدرب ساعتها كان مش هيقعد فلافيو، كان هيمشيه خالص. لكن مانويل جوزيه قعده وبقى نجم الدنيا كلها فلافيو، نجم الدنيا كلها، لدرجة ان احنا لما فلافيو كان بيغيب ماتش كنا بنقول ده فلافيو غاب ماتش، مش هنعمل ايه من غير فلافيو. وكان كمان كان مجموعه ايه كبيره جدا من اللعيبه ونجوم كبيره جدا. لكن انا بكلمكم في كميه الضغط وكميه النقد الجاهلي، نقد جاهلي ونقد من ناس مريضه. ده فلافيو يعني، ده مثال. وامثله كتير جدا بتحصل. يعني مثلا كريم نيدفيد الدنيا اتقلبت عليه السنه اللي فاتت، كريم نيدفيد النهارده نجم الاهلي. انا بكلمكم في العموم يا جماعه، بكلمكم في العموم. بتكلم ليه؟ بتكلم علشان احنا لازم نصبر شويه، الكلام مبقاش في وقته. لكن انا بتكلم بعد ما الاحداث بتهدى وبعد ما الناس بتهدى وبعد ما الناس بتقول والله لا ده بصراحه اللعيب ده كان لازم يقعد في نادي الاهلي. ما بتكلمش على الاهلاويه خالص، الاهلاويه ينتقدوا ويعملوا، احنا مع بعض ما فيش اي مشكله خالص. انا بتكلم عن الناس بقى اللي هي الهدامه، لان الاهلاوي لما بينتقد فريقه وعايز يشوف فريقه احسن واحد في الدنيا. انا بتكلم بقى عن الناس الثانيه اللي هو يطلع ينتقد كريم نيدفيد وبعدين بعديها هتلاقيه على طول بيشيد بكريم نيدفيد، ما تفهمش ازاي. وليد ازارو اول ما جه دي الصفقه اللي جبتوها، دي مش عارف ايه اللي جبتوه، ده مش عارف مين، اجاييه ده مش عارف مين، ولازم كان ده مش عارف يلعب، ده مش عارف يجري، ده مش عارف يباصي، ده مش عارف يقف. نقد هدام ونقد لو انت ركزت معاه انت كشخص عادي تموت اساسا، مش تلعب كوره، انت تموت اساسا. مدرب دجله تاكس برضو في اول السنه كانوا ممكن لو الراجل ده هدام او ادى الناس ودانه كان ممكن ياخد شنطته ويقول يا جماعه ايه ده يا جماعه، ده انا ما عنديش فكره، ده بصراحه الجهابزه بتوعنا هنا
والناس النقاد العالميين اللي هنا في مصر، لا لا ده انا ما عنديش فكره ولازم اروح بلدي بصراحه. بعد كده تكيس بيقول يا جماعه انا مدرب قوي جدا وانا بدي درس في الكوره للي عايز يتعلمه، اللي عايز يبني فرقه واللي عايز يشتغل باقل امكانيات لعيبه هو شايفهم نجوم وشايفهم كنوز، واحنا شفناهم بعد كده نجوم وكنوز. بدات الانديه تتهافت على لاعبي وادي دجله من خلال هذا الرجل العالمي بصراحه في شكله، حتى في الدوري المصري انا بقول عالمي في الدوري المصري ظاهر بشكل عالمي. فالنقد ممكن يموتك، ممكن يقتلك، ممكن تشوفيني وانا بتكلم بنتكلم مثلا ساعتين، لكن انا مثلا مسكت المج اشرب حاجه مثلا عشان اعرف اكمل كلامي، يقول لك ده بص ده مش عارف ايه ده بيشرب على الهواء. حاجه بصراحه تخليك انت تزعل على الناس دي، وتخليك تزعل على المستوى الثقافي اللي احنا بنمر بيه، او المستوى الثقافي الرياضي في 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 بلدنا هنا. نقد هدام ونقد مميت وحاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا يا جماعه. يعني اللي بينتقد اولا لازم يكون هو مؤهل للانتقاد، ما يبقاش فيك انت كل العبر وتطلع تنتقد في حاجه الناس بتتمنى ان هي حتى تلف حواليها. في العموم كمان يعني سيبك من النادي الاهلي دلوقتي، خلينا هنخلي النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بعيد عن اي حاجه بصراحه، والنادي الاهلي بيثبت لكل الناس ان هو في كل مرحله هو بعيد عن اي حد، هو فكره بعيد عن اي حد، مهما كان مين اللي بيمثلوه، مهما كان مين اللي بيمثلوه. تخيلوا بقى المسؤولين عن النادي الاهلي دلوقتي راجل يعني دايما بقول اتمرمط في تراب النادي، انا اقصد ان هو اتمرمط في تراب النادي بالمعنى الحرفي لكلمه اتمرمط في تراب النادي، عشان كده هو اكتر واحد حريص ان هو يكبر بالنادي ده ويخليه في السماء كمان. كل الموجودين في النادي الاهلي على يعني على مختلف العصور بصراحه. فلما تيجي حضرتك تتكلم لازم تكون مؤهل للنقد، لازم تكون انت عندك ثقافه النقد، لازم تفهم وتشوف ان في نور قبل ما تشوف في ضلمه، لازم تعرف ان في جزء كبير قوي مليان قبل ما تشوف الجزء الصغير قوي الفاضي. لازم تعرف النقد بتاعك ده سهم بيقتل لو الانسان ممكن يشوفه او يسمعه. لكن هنا يعني او في الطبيعي الناس الجامده اللي هي بتدي دايما ظهرها للنقد الهدام وتدي وشها وصدرها وقلبها للنقد البناء على عينها وعلى راسنا كمان، لكن الناس دي يعني الله يكون في عونكم بصراحه، الله يكون في عونكم. ومش عارف انتوا حياتكم كمان الشخصيه شكلها ايه وعامله ازاي مع بعض يعني. يلا النادي الاهلي دايما كبير، والنادي الاهلي دايما عايز يلبي كل طلبات جماهيره حتى لو كانت صعبه قوي مهما كانت، بيحاول يعمل كل حاجه. وانا قلت لكم ان الكابتن محمود الخطيب مشكلته، انا شايفها مشكله، انا شايفها مشكله ان هو عايز يرضي كل الجماهير الاهلاويه قبل ما يرضي اي حد تاني، عايز يرضي كل الجماهير الاهلاويه، دايما مهتم بكل راي اهلاوي. انا شايف ان هي مشكله، بس هو بيحاول يعمل كده علشان هو يعني في النادي الاهلي من اول ما بدات تفتح عينيه، فهو عارف وحاسس بنبض الجماهير الاهلاويه، لكن ترضي الجميع دي صعبه جدا. لكن هو بيحاول يعمل كده وربنا طبعا معاه ومع كل مجلس الاداره المحب والعاشق لهذا الكيان الكبير. كل يوم النادي الاهلي بيثبت ان هو نادي كبير جدا، بيثبت ان هو نادي يستاهل الشعبيه الكبيره دي جدا. كل يوم الجماهير الاهلاويه بتثبت ان هي على حق، وصوت الجماهير الاهلاويه دايما بيسمع ودايما بيوجع ودايما بيضرب حتى لو على المدى البعيد. وانتوا فاهمين الكلام ازاي، اوعوا تيجوا على الجماهير الاهلاويه، اوعى حد يجي ناحيه النادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله يفضل كبير. محمود وحيد النهارده نزل التمرين، دي صفقه صفقه النادي الاهلي الجديده، وان شاء الله رمضان صبحي في القريب العاجل. دي لقطات من او لقطات للنجم محمود وحيد. وعرفنا كمان ان اعتقد جيراردو اتأيد مكان كوليبالي الافريقي. خلاص اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيدخل في الاجواء. النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ انتوا عارفين لعبه الاهلاويه المفضله، لعبه الطايره في اوضه النادي. عم حارس نجم، نجم في اللعبه دي يا جماعه. عادل مصطفى نجم، عادل مصطفى بصراحه ادى دوره على احسن ما يكون. دي فعلا الاهلاويه، هي دي الروح الاهلاويه. الراجل عارف ان هو مش موجود، محمد يوسف عارف ان هو مش مدير فني، لكن بيعملوا شغلهم كانهم عايشين في المنصب لاخر يوم في عمرهم. هو ده المطلوب، هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. باسم ومحمود وحيد، ودي الكلام او دي ده الحوار اللي حصل بين محمد يوسف
ومحمود وحيد اكيد بيعرفوا على اجواء النادي الاهلي، بيقول له شخصيه النادي الاهلي لازم تتحمل النقد، ولازم تعرف ان في ناس جهله زي ما انا قلت لحضراتكم كده بتنتقد من غير اي حاجه خالص، هم اساسا ممكن لو شفتهم اساسا يعني تطبق 20 جنيه وتديها لهم من كتر ما هم صعبين عليك، لكن ينتقدك ويعني يشرحك بالانتقاد. انا مش قادر، مش عايز اتكلم بصراحه في الموضوع ده اكتر من كده. محمد يوسف اكيد بيقول له لازم تدخل في وسط اللعيبه، لازم تعرف ان النادي الاهلي، النادي الاهلي مختلف عن اي نادي، مع احترامنا لكل الانديه النادي الاهلي عليه ضغط جماهيري، الجمهور بتاع النادي الاهلي ما بيرضاش باي حاجه غير المكسب والبطولات، تتحمل النقد، النقد الاهلاوي اكيد نقد بناء، اللعيبه عايزه تشوفك او الجماهير عايزه تشوفك في احسن مكان في الدنيا. ده الحديث او ده محور الحديث اللي اتكلم معاه او اللي هيكون اتكلم معاه محمد يوسف والنجم محمود وحيد. شايفين صالح جمعه كمان ما شاء الله يعني داخل في فورمه جميله جدا، خلاص كمان جونيور اجاييه اهو كمان مع باسم، ان شاء الله كل اللعيبه ترجع والاهلي يرجع مرعب. تخيلوا الاهلي مرعب وكان القائمه بتاعته ما بتكملش 14 لعيب، تخيلوا بقى. ان شاء الله يرجع بسرعه كل اللعيبه، ترجع بسرعه كل المصابين يرجعوا بسرعه، النادي الاهلي يكتمل، هتشوفوا نادي اهلي تاني. عايزين احنا يا جماعه كاهلاويه نبقى ضد الحرب على اللعيبه. ناصر ماهر شفتوه بعد ما كنا بنقول ناصر ماهر ده لعيب بتدلع، ده لعيب مش عارف ايه، ده لعيب ناقصه ايه، شفت ناصر ماهر كان احسن واحد في مباراه اثيوبيا، كان احسن واحد. ندفد، ناس كتير جدا، ناس كتير جدا جدا من النادي الاهلي لو كانوا ادوا ودانهم للناس اللي انا بقول لكم عليها مريضه وبتنتقد بمرض وبتنتقد بحقد كان زمانهم بطلوا كوره، مدربين كان زمانهم مشوا. مانويل جوزيه اصراره على فلافيو، كانت كل الناس بتنتقد مانويل جوزيه. مانويل جوزيه في تجربته الاولى من النادي الاهلي ناس مشوه، كابتن خطيب جابه او مجلس الاداره ساعتها جابه تاني لانهم مؤمنين بقدراته، والراجل كسر الدنيا بعد كده. المشكله ان بقى عندنا وش مكشوف قوي يا جماعه، يعني انا النهارده مثلا اطلع انتقد حد تاني يوم اشيد بيه. مش مثلا لا انا مثلا يا جماعه انا اسف عادي جدا، انا ممكن انتقد حد وابقى غلطان، لكن اقول يا جماعه يعني تكيس مثلا انا في الاول مش انتقدته لازم بقى فيه اهتمام بالحاله الدفاعيه، بعد كده اتاسفت له، انا اسف واسف على الهوا، مفيش مشكله خالص. لكن انت تطلع تنتقد وفي نفس اليوم تعمل نفسك مش انت اللي انتقدته وبتثني دلوقتي، والناس بتنتقد ازاي؟ قمه ولا بلاش. يلا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، كباتن مصر النادي الاهلي كابتن عبد الرحيم عبد الصمد والكابتن محمد حشيش والنجم احمد بلال، نتكلم عن مباراه الزمالك وبتروجيتا ونتكلم عن الاهلي والداخليه. استنونا.